طيب تعالوا كمان نقول مهلبيه البرتقال بالجزر طريقتها ايه. معايا جزر مسلوق وانا احتفظت بالميه بتاعته، ده مسلوق في ميه بدون اي اضافات ولا سكر ولا رشه ملح ولا اي حاجه، ميه والجزريه وخلاص على كده، وبسيبها لحد ما تتسلق يعني بنسبه مثلا 70% مع الاحتفاظ بالميه. معايا 3 كوبايات عصير برتقال بدون سكر، اللي هتستخدميه معلب، لو هتستخدميه فريش يبقى تعصريه وتصفيه من اي شوائف فيه وتخليه عندك اهو زي ما انا عامله. 3 معالق كبار نشا وشرايح برتقال بقى دي للتزيين، وهنعمل بقى شويه حركات كده حلوه جدا جدا. طيب انا بقول نبتدي بالمهلبيه بتاعتي الاول عشان اديها وقت انها تربط عندي على النار، وبعدين ندخل في الكيك على طول. انا عندي نسخه كده كده من الكيك فهشتغل فيها براحتي، لكن المهلبيه قصدت ان انا اعملها قدامكم عشان تشوفوا ازاي هتربط معايا على النار. طيب انا ممكن بقى ارجع دي كده مكان دي. بصوا انا عايزه اوريكم كده الجزر يعني درجه السوى بتاعته عامله ازاي. بصوا استنوا بس تجولي اهي، شايفين يا دوبك مش مهريه ماسكه نفسها اهي، يعني لو عملتها كده هتتقطع من بعض لكن ما زالت متماسكه، وده ضروري عشان كل ما الحاجه طولت عندي على النار كل ما فقدت القيمه بتاعتها. بس كده تعالوا نضربهم بقى مع بعض كويس جدا. بسم الله. ازيك يا ايمي؟ الفل على احلى توت. صباح النور يا عمري. صباح الفل على احلى واشهر توته في العالم. ربنا يخليك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله. استني اقفل الدوشه دي عشان اسمعك كويس واسمع صوتك. وتبعتي لي بقى بعد اذنك الكيكه دي. يا سلام والله، بصي نلفها وتوصل لعيونك. حبيبه قلبي، عيد ميلاد ديجا النهارده يا عمري، ربنا يفرح قلبها. حبيبتي عاوزة اقول لها كل سنة وانت طيبة يا ديدا وقبالي العمر كله، وان شاء الله بعد الدنيا والظروف دي ما تعدي على خير يا رب نعمل لها احلى عيد ميلاد يا رب ان شاء الله ونعزم توت. يا سلام والله اجيلك على عينيا. حبيبة قلبي يا قلبي ان شاء الله التألق دايما يا رب يا توتة يا رب واحلى توتة في العالم. سلام لي عيونك وذوقك يا عمري. وديجا بتبعت لك بوس. ديجا بوسه كبيره لاحلى ديجا، وكل سنه وانت طيبه يا رب، ونعمل لك احلى عيد ميلاد ونحضر كمان فرحك. حبيبتي يا توته، حبيبتي يا توته، ربنا يخليكي يا رب. اللهم يا رب. يسلم لي عيونك وذوقك يا روحي. حبيبتي احلى توت. صباحك زي الورد. صباحك فل يا قلبي. صباح النور يا عمري. باي يا حبيبتي. بصوا خليكم مركزين انا عملت ايه. الجزر عندي ضربته بميه السلق، حطيت عندي على النار بس مهديه النار خالص، حطيت 3 كوبايات عصير برتقال، هروح لكم اهو هناك. بصوا حطيت 3 كوبايات عصير برتقال، حطيت 3 معالق كبار نشا، حطيت حوالي يعني معلقتين كبار سكر. عايزه تحطي سكر حطي، مش عايزه ده اختياري، دي بتاعتك انت. عايزه تحطي عود قرفه، رشه فانيليا، دي بتاعتك انت، بس انا عامله لكم المقادير البسيطه جدا بدون اي اضافات. هدي ضربه كمان للجزر عندي هنا يعني انعمه شويه. خلاص ان شاء الله ما يكونش عندي اي قطعه موجوده فيه. نبص بصه كده، لا ان شاء الله ما فيش اي قطعه. قلقان ان يكون في قطعه ممكن تصفيه ما فيش مشكله. بصوا بقى هنزل بالجزر اهو، هيديني دلوقتي لون يعني حلو جدا. على فكره دي ممكن نعملها كمان في رمضان اهو، رمضان داخل علينا. تعمليها بدل قمر الدين،